السلام عليكم. في بعض التركات لأي حد بيشتغل أنيميشن، فهي مهمة جدا لأي حد بيشتغل أنيميشن. بعض التبس وتريكس الخاصة بالأنيميشن، أنا هنا في أنيميشن بسيط على هذا الأساس. وطبعا في الويندو اللي بالأسفل ده كده عندي عبارة عن التايم لاين أو هذه الأنيميشن بالنسبة لي الستارت والإند. أنا عندي هنا الإند عبارة عن 100، فأنا ممكن طبعا أكتب هنا 90، ولكن أنا لو في التايم لاين والماوس هنا كده بالظبط، فمن بلاي باك ستارت اند فريم ممكن ننهي عند هذا الفريم، هنقول ستارت او ست اند فريم عند هذه النقطة. ممكن نقول ان ده كده عبارة عن الستارت، ونرجع تاني نقول ان عند الخمسة دي عبارة عن الستارت. بلاي تاني، ثانيا في البلاي باك بعض الاوبشنز، بلاي افري فريم هيتم عمل بلاي لإيفري فريم حتى لو الفريم بير سكند أو الفريم ريت قل عن المعتاد اللي هو 24، ممكن يقل إلى 20 أو 15 أو 10 على حسب الكومبلكسيتي، ممكن يكون أقل من ذلك لو في سيميوليشن. فإذا بلاي إيفري فريم هيتم عمل بلاي لكل فريم، ولكن قد يكون في تغيير في الفريم ريت. لكن طبعا سينك تو أوديو وفريم دروينج ده خاص لو بنعمل ليب سينك أو بيتم عمل أنيميشن لكاركتر في اوديو، فده مهم جدا لو سينك تو اوديو مهم لينا جدا. سكربلينج طبعا، سكربلينج طبعا لو في اوديو، فاحنا لو بنعمل كده بالماوس سكرب، الحركة دي اسمها سكرب، فالاوديو يتم تشغيله. طبعا دلوقتي ما فيش اوديو، ممكن اضيف اوديو كده كتدريب، فانا ضفت اوديو لو حركت الماوس كده، هو ممكن يكون ظاهر دلوقتي، هيكون ظاهر. خليني اضغط بلاي. الله اكيد ظاهر طبعا الصوت. ثم بعد ذلك في عندنا مهم جدا اللي هو ليميت تو فريم رينج، بمعنى ان هنا ده الرينج كده، وطبعا اقول ان كده عباره عن الماوس هنا طبعا ده الفريم، ما اقدرش اتحرك بره الفريم. المهم جدا طبعا البريفيو كده، بعمل بريفيو لهذه المنطقه، الت بي بلغي البريفيو، ده كلام سليم. طبعا انا هرجع هنا اقول ان الاند هي عباره عن 90، وهبدا من 1. انا عايز اتكلم عن شيء مهم وهو الاوتوكي، لكن طبعا هنا من الابديتس بالنسبة لي شكل الكي فريم اتغير. انا ممكن اضيف هنا انزيرت كي فريم، فلاقي ان الشكل من الاخضر، طبعا ده ما بيفرقش معي اي شيء، ولكن هو عبارة عن فيجوال ريبريزنتيشن. اضغط هنا الت اي، ممكن اضغط الت اي وديليت كي فريم. انا عايز اتكلم النهاردة عن شيء مهم، هو اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده هو السايكليك. في الكينج في اوبشن اسمه سايكل اوير كينج، معنى كده ان ممكن نكرر انيميشن او نكرر اكشن معين زي اللي حصل دلوقتي. فانا عندي الاكشن ده كده كان المفترض من 1 ل 90، فانا عايز اكرره على اكتر من مره على امتداد. فهضغط هنا، لو ضغطت هنا شيفت اي ميك سايكليك موديفاير، هو للأسف هنا الـ في التايم لاين مش شغال، فأنا هذهب إلى الكي فريم شيفت اف كنترول تاب هنا، أضغط سيلكت أول شيفت إي ميك سايكليك زي ما شايفين اتغير. فده مهم جدا بحيث أقدر أعمل بلاي والحركة هتفضل مستمرة. طيب المفيد بقى جدا في الموضوع ده ان انا لو ضغطت هنا وليكن حركت هكذا وار وجيت هنا حركت وليكن هكذا، ده هيمتد برضو معايا، هيتغير، مش هيكون هيكون تغيير دائم زي ما احنا نشوف. لو نتأكد من الجراف ايتر، التغيير هنا
دائم. هنا البيكس نفس البيكس، كل شيء نفس التغيير حصل. يعني وليكن احنا عندنا هنا في التايم لاين نقول في التسعين، نقول مثلا وليكن احنا هنا في التسعين، نيجي هنا وليكن ده كان غيره جي في الاكس انزرت. فلو ضغطنا بلاي طيب ده كده اللي استفدنا من درس اليوم، ودي حاجة توفر لك وقت في انيميشن هو السايكل اوير كيينج، وبعض الاوبشنز في البلاي باك منها السيت ستارت فريم وست سيت اند فريم. اتمنى يكون هذا درس فيه، والى اللقاء في عدة دروس قادمة.